ولا من بعيد بايقاف الانشطه الرياضيه او تعليقها. هو في الاول كان في تصريح لشريف العريان سكرتير عام اللجنه الاولمبيه مع صحيفه الشروق يعني واتكلم في هذا الشان، وبعد كده حصل توضيح وبيان رسمي من قبل اللجنه الاولمبيه. لكن في كل الاحوال لو اللجنه الاولمبيه في فتره من الفترات خدت قرار بتجميد النشاط الرياضي في مصر، هيكون ايه رد فعل وزاره الشباب والرياضه؟ تاني باكد لحضرتك تمام. ان هناك تنسيق دائم ما بين وزاره الشباب والرياضه كويس. واللجنه الاولمبيه المصريه فيما يتعلق باي نشاط رياضي. ده امر مهم. طيب كويس، لازم يكون في تنسيق كامل بخصوص هذه الجزئيه. بالتالي انا عايز اتطرق مع حضرتك لبعض الاحداث المهمه بقى سواء لمنتخب مصر، يعني مثلا احنا عندنا مباراتي توجو او مباراه توجو الاول اللي هتكون في مصر يوم 26، التعامل معها هيكون ازاي؟ هل هيبقى بحضور جماهير ولا بشكل رسمي هتبقى من غير جماهير؟ اكيد احنا طبعا في الاتحاد الافريقي لكره القدم بالتنسيق كمان مع الاتحاد المصري لكره القدم وفقا للمباراة، تمام، هيكون في تنسيق بخصوص هذا الشأن بخصوص هذه المباراة. وكمان بالتالي ده بيسري على مباريات الأهلي والزمالك الإفريقية اللي هتكون مع أول شهر 5، لسه مش عارفين إيه اللي هيحصل في التوقيت ده، وبناء عليه هيكون في قرارات يا إما بعودة الجماهير وتواجدها إن شاء الله يا شيخ. طيب التوقيت اللي ممكن لا قدر الله يتم اتخاذ فيه اجراء ايقاف النشاط الرياضي في مصر من وجهه نظر وزاره الشباب والرياضه هيكون ايه؟ ايه اللي ممكن يحصل يخليك تاخد قرار بايقاف النشاط الرياضي في مصر؟ والله احنا متابعين وزاره الشباب والرياضه عامله لجنه لاداره الازمه. تمام. دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه مكون لجنه لاداره هذه الازمه، في تواصل دائم ومستمر ما بين وزاره الشباب والرياضه والوزارات المعنيه ومجلس الوزراء حيال الاجراءات الاحترازيه الخاصه بفيروس كورونا. بالتالي الاجراءات الاحترازيه دي ممكن نلاقيها في مثلا في بطوله الدوري، يعني مثلا عدم مصافحه اللاعبين لبعض قبل المباراه او مع الحكام زي ما حصل في بعض الدوريات. التعليمات الخاصه التعليمات الامن والسلامه الخاصه واللي اصدرتها وزاره الصحه. ده هيحصل يعني هيطبق في الدوري المصري؟ الصحه العالميه. ايوه يعني ده خلاص في قرار ان ده يطبق في الدوري المصري، وزاره الشباب والرياضه بصدد الاعلان عن الجزئيه دي. هو المفروض ان في دلوقتي اجتماعات وفي اتصالات مباشره ما بين وزاره الشباب والرياضه والاتحاد المصري لكره القدم واللجنه الاولمبيه المصريه بشان عامل الامن والسلام. دكتور معانا؟ تمام، الخط قطع. كان معانا على الهاتف الدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزاره الشباب والرياضه، واتكلمنا معاه بخصوص بيان الوزاره النهارده واللي كان فيه توضيح مهم جدا لازم يظهر للجماهير بشكل كامل، وهو فيما يتعلق بالاجراءات وايقاف بعض الانشطه الشبابيه يعني زي الايفنتات. يعني مثلا وزاره الشباب والرياضه ساعات بتعمل ايفنتات كده للشباب، مثلا حفلات، مناسبات رياضيه، كلام من ده. الحاجات دي هتتوقف خالص، ملهاش علاقه خالص ببطوله الدوري. بطوله الدوري بتكمل بشكل طبيعي جدا، مباريات بشكل طبيعي، لكن القرار هتكون المباريات بعدم حضور الجماهير، كده كده المباريات في مصر من غير جماهير. يعني اتكلمنا معاه في بعض الامور الاهم، التنسيق كامل ما بين وزاره الشباب والرياضه واللجنه الاولمبيه، لكن لان كان في لغط كبير جدا بعد بيان وزاره الشباب والرياضه، وبعض الصحفيين طلعوا واتكلموا قالوا ان اللجنه الاولمبيه بتجهز بيان وهتطلع تقول ان النشاط كله هيوقف في مصر، الكلام ده غير حقيقي. بالتالي خلينا نقول لحضراتكم بيان اللجنه الاولمبيه المصريه واللي اكد من خلالها المهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه انه لا يوجد قرار بوقف النشاط الرياضي في مصر ولا يوجد تفكير في هذا الامر حاليا، يعني لحد الفتره الحاليه ما فيش اي تفكير بايقاف النشاط الرياضي في مصر. كمان اتكلم المهندس هشام حطب وقال اللجنه الاولمبيه المصريه ملتزمه بقرار مجلس الوزراء وقرار وزير الشباب والرياضه بشان الاجراءات الاحترازيه التي تتخذ خلال الفتره الحاليه بشان مرض كورونا، ولا يوجد داعي لوقف النشاط الرياضي حاليا، والامر يتلخص في بعض التدابير الاحترازيه لمواجهه مرض كورونا. الامور ماشيه بشكل طبيعي يا جماعه، هي عباره عن بعض الاجراءات الطبيعيه جدا لمواجهه هذا المرض، وان شاء الله باذن الله الكل يبقى في سلامه والامور تبقى بعيده عننا خالص هنا في مصر. عندنا حالات بس حالات قليله وبيتم التعامل معاها ان شاء الله باذن الله تعالى. اذا النشاط الرياضي بشكل طبيعي جدا في مصر، مفيش اي مشاكل خالص حتى هذه الفتره الحاليه طبقا لتصريحات المتحدث الرسمي باسم وزاره
وزارة الشباب والرياضة، وطبقا كمان لتصريحات المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية. ده فيما يتعلق بهذه الجزئية تحديدا. عندنا بعض المواضيع الأخرى اللي عايزين نتكلم فيها مع حضراتكم، وبالتحديد تطبيق تقنية الفار في مصر. احنا عارفين ان هي طبقت من بداية من مباراة انبي وطلائع الجيش، ما كانش في اي حالة استدعت ان احنا نشوف الفار او ان الحكم يشوف الفار، لكن مباراة الامس بين الاسماعيلي والجونة كان في حوالي 3 4 حالات الحكم قرر ان هو يلجأ للفار فيهم، زي هدفين مثلا، زي فاول كان قوي شوية ورجعوا الحكم حكم اللقاء. الأهم في النهاية إن التقنية طبقت وبشكل مميز جدا، ولازم نشيد كل الإشادة بالاتحاد المصري لكرة القدم أو اللجنة الخماسية. في الحقيقة بعد تطبيق هذه التقنية وبعد الحكام قدروا إن هم يستخدموها بشكل مميز امبارح، أو ممكن تلاقي بعض الملاحظات الصغيرة جدا، لكن ده هيتم تداركه مع استمرار الدوري ومع يعني تطبيق التقنية بشكل كامل على مدار الفترة القادمة، لكن هي خطوة مميزة جدا. وامبارح في الحقيقة بعض الحالات التحكيمية اللي كانت واضحة كمان بالنسبة للجماهير، لسه بعض الأمور برضو الإخراجية شوية لكن واضحة بالنسبة للجماهير بشكل كبير، وشفنا مدى أهمية تطبيق تقنية الفار في مصر. يعني الأخطاء مثلا لو عندك 10 أخطاء هيطلع منهم 2 بس بعد ما تطبق الفار، هيبقوا 2 بس خطأين بس اللي ممكن تشوفهم بالنسبة للحكام، وده أمر طبيعي وارد في الكرة، لكن التقنية بتقلل من عدد الأخطاء في كرة القدم، وده أمر مهم جدا، ومبسوطين جدا جدا من تواجد هذه التقنية في مصر وفي الملاعب المصرية. فالإشادة كل الإشادة بكيفية استخدام التقنية امبارح في مباراة الإسماعيلي والجونة، وإن شاء الله تستمر على مدار الفترة الجاية بشكل مميز وبشكل يكون إضافة للدوري المصري بشكل كامل. أخبار الأهلي، وده الأهم دايما بالنسبة لجمهور النادي الأهلي اللي بيتابع برنامج كلام في الميديا، بالتحديد فيما يتعلق بالفريق واستعداداته لمباراة سموحة بكرة. البعض كان قلق شوية، قال لك كده ممكن ما يبقاش في ماتش بكرة ولا حاجة. لا، الفريق هيبتدي النهاردة استعداداته أو هيستكملها، لأن احنا عارفين إن النادي الأهلي كان اتمرن هناك في جنوب أفريقيا بعد الفوز أو بعد التأهل على حساب صن داونز بنتيجة 3-1 في مجموعة المباراتين، فبالتالي كان عنده يوم إضافي في جنوب أفريقيا. اليوم ده كان تخلله بعض التدريبات الاستشفائية، رجعوا الفريق امبارح الصبح الساعة 6، فكان في قرار من الجهاز الفني ما بقاش في تدريب امبارح، طبيعي جدا بعد رحلة العودة من جنوب أفريقيا. بالتالي النهاردة الأهلي بيستأنف تدريباته في إطار استمرار الاستعداد لمباراة سموحة بإذن الله تعالى بكرة إن شاء الله. المباراة في استاد القاهرة الساعة 7:30، والفريق يتمرن أو بيتمرن في هذه اللحظات. التمرين ابتدى في تمام الساعة 4 عصرا، وان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق. عايز اقول لحضراتكم كمان بخصوص جونيور اجاي، الجهاز الطبي يؤكد جاهزيه اللاعب بشكل كامل. هو ما كانش شارك في التدريبات الخاصه بالفريق في جنوب افريقيا بعد مباراه صن داونز، لكن ده مش معناه ان اللاعب مصاب او حاجه. الامور بالنسبه لجونيور اجاي جيده جدا، والراجل جاهز، مش هقول بقى جاهز لمباراه بكره لان هو المفروض ان هو موقوف لمده مباراتين، فبالتالي لكن اللي عايز اكد لحضراتكم عليه ان ما فيش اي اصابه بيعاني منها جونيور اجاي لاعب النادي الاهلي، وده امر مهم جدا واحد اللاعبين المميزين بصراحه في تشكيله النادي الاهلي. فيما يتعلق برمضان صبحي، رمضان النهارده هيبقى في فحص طبي قبل المران، اكيد اتعمل الفحص ده، اكيد برضو هنعرف كمان شويه من زميلنا العزيز مراسل قناه الاهلي بخصوص هل رمضان شارك في التدريبات الجماعيه ولا لا، لكن اعتقد ان الاقرب ان هو شارك في التدريبات الجماعيه، لان هو كان على مدار الفتره اللي فاتت بيعمل بعض البرامج التاهيليه اللي بتؤهله للمشاركه في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي مع الفريق، ومن ثم المشاركه في المباريات باذن الله تعالى. لكن حتى لو شارك في تدريبات النهارده صعب شويه ان يكون متواجد في مباراه بكره امام سموحه، ده امر متروك بقى للجهاز الفني، هنشوفه على مدار حلقه اليوم. اخر مستجدات بالنسبه لاصابه سعد سمير، احنا عارفين سعد سمير كان عنده اصابه في ووتر اكيلس، قطع في ووتر اكيلس وعمل الجراحه مؤخرا. هو الفتره اللي فاتت كان رجع المانيا عشان يبقى ليه فحص طبي جديد هناك تحت اشراف الخبير الالماني ماركوس فولتر، واللي هو عمل الجراحه يعني لسعد سمير. حاله اللاعب بتتحسن بشكل كبير جدا، هو ابتدى خلاص تنفيذ برنامج علاج طبيعي في المانيا، وهيرجع على القاهره ببرنامج محدد لتنفيذه واستمرار في تجهيزه للمشاركه في التدريبات الجماعيه. ايضا لاعب مهم جدا بيفتقده النادي الاهلي سعد سمير. طيب نقرب من الصوره ايضا بشكل اكبر، نروح لزميلنا العزيز كريم احمد من رئيس القناه الاهلي عشان يطمننا على تدريبات الفريق استعدادا لسموحه. يا كريم اهلا بيك. اهلا بيك يا زميلي امير، كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. طمنا يا كريم على استعدادات الفريق لمباراه سموحه بكره وكواليس مران اليوم. الحقيقه طبعا امير في البدايه ضغط رهيب جدا على لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني، والتوقيت صعب جدا امير طبعا على ان اللعيبه تكون واصله يوم 9 تدريب وحيد النهارده، نقدر نقول 24 ساعه بس
اللعيبه بتلتقط انفاسها من رحله طويله ثم تكون فئه جديده بمعنويات جديده بدوافع جديده بالنسبه لبطوله الدوري العام. لكن يعني تعهدنا وهو النادي الاهلي وفره اللعيبه وجاهزيه اللعيبه كلها هي دي اللي نقدر نقول بتطمن شويه الجهاز الفني وبتطمن جمهور النادي الاهلي. لكن يعني كنا بنتمنى ما يبقاش الامر ده متواجد على لعيبه النادي الاهلي في هذه المباراه بالتحديد، ان يكون في فرق شويه بالنسبه للايام. لكن كالعاده طبعا امير خلاص مستر بايلر والجهاز الفني كابتن سعد عبد الحفيظ حديثه مع اللاعبين لابد ان احنا نكون على اتم استعداد، لابد ان ما نلتفتش لاي اخبار خلاص او واقع، لابد ان احنا نتعامل معاه بالنسبه لمباراه سموحه اللي هتكون غدا ان شاء الله على استاد القاهره الساعه 7:30. النهارده طبعا في البدايه المحاضره الفنيه المعتاده من مستر ني فايلر الحديث على اهميه المرحله اللي جايه، غلق الصفحه تماما بالنسبه للبطوله الافريقيه، الاستمرار على الارقام القياسيه والحفاظ على صداره الدوري العام، الاداء والنتيجه، كل الاحاديث دي اتكلم معاه كل اللعيبه النهارده، الجهاز الفني، التدريب النهارده كالعاده امير 4 عصرا بدا لكن غلق تام كالعاده بالنسبه للتدريبات اللي بتسبق المباراه ب 24 ساعه، ده اللي يمكن متعودين عليه خلال المباريات الماضيه. وقرار الرائع والمميز من مستر ني فايلر ان يكون في فرض سريه تام على تدريبات التكتيك وكل الامور اللي بيحاول الراجل ان هو يقوم بيها، دي بتكون محتاجه غلق شويه لان في البدايه على طول بيبقى في توزيع للقمصان، توزيع للمهام وكده، فطبعا ما بيبقاش في فرصه ان يكون احنا متواجدين في قناه الاهلي او مركز الاعلامي، بتكون فتره بس بسيطه جدا ان احنا بنحاول نطمن كل جمهور النادي الاهلي على اللعيبه بالشكل العام، كل لعيب حالته عامله ازاي. لكن بدا التدريب النهارده بالفقره البدنيه الاولى ثم مباشره على طول الجزء التكتيك الخاص بمستر ني فايلر. مفيش النهارده نقدر نقول جرعه تدريبيه قويه امير نظرا للمجهود الكبير اللي بيبذل بالنسبه للعيبه النادي الاهلي، لكن من الواضح ان ممكن نشوف بكره راحه لبعض من اللاعبين، يعني اجاي طبعا وياسر ابراهيم بيستمروا في الايقاف، فاكيد مش هنكون يعني مش هنشوفهم بكره في مباراه الغد بجانب الكهرباء، لكن ممكن نشوف بكره علي معلول مش متواجد، احمد فتحي مش متواجد، لان الحاله النهارده شايفين علي معلول يعني النهارده ما شاركش في التدريب بشكل كامل في الفتره اللي احنا كنا متواجدين فيها داخل الملعب. احمد فتحي برده ممكن يكون في تحفظ عليه بشكل كبير. الشناوي انا بطمنك عليه، الشناوي جاهز بشكل كبير جدا لمباراه الغد، هي نزله البرد كانت مأثره عليه، اللعيب ده راجل جدا، الشناوي احد نجوم فريق النادي الاهلي ومنتخب مصر، يمكن الناس ما تعرفش ان هو كان عنده نزله برد في اول يوم وصوله لجنوب افريقيا، قدر ان هو يتحمل على نفسه وقدر ان هو يكون نجم المباراه في المباراه الاخيره. نتمنى ان شاء الله يكون الشناوي في كامل يعني قدراته الفنيه والبدنيه في مباراه سموحه مباراه الغد. لكن بشكل عام امير يعني اطمنك على كل اللعيبه، الحمد لله كل اللعيبه معنوياتها مرتفعه بشكل كبير، حاله التركيز موجوده لكل اللعيبه. هنفقد جيرالدو طبعا بالنسبه للكدمه والتواء الكاحل اللي حصل في رجل جيرالدو، لكن هي كان في ورم بسيط جدا خلال الايام الماضيه، لكن مع الراحه ومع الجلسات في الثلج والالتراسونيك والليزر ان شاء الله باذن الله نستعيد جيرالدو. رمضان صبحي باكد على كلامك، رمضان صبحي في المراحل النهائيه الاخيره، التحفظ والتاني من الجهاز الفني والجهاز الطبي ده في مصلحه رمضان وليس في مصلحه اي حد تاني. رمضان في المراحل النهائيه بالنسبه للتاهيل والدخول بيخش تدريجي امير في بعض التدريبات، لكن ما نقدرش نقول ان رمضان بيخش في الجرعه التدريبيه كامله، لكن ان شاء الله باذن يعني الله. يعني النهارده يا كريم تحديدا موقف رمضان بالظبط عامل ايه في التمرين عشان الامر يبقى واضح بس للجمهور اللي دايما بيسال عن رمضان صبحي؟ طبعا امير يعني نقدر نقول في البدايه رمضان ما كانش ظاهر في المستطيل الارضي في بدايه المران، لكن اللي احنا طبعا من خلال معلوماتنا رمضان بيكون في جزء الاول في الجيم، بعد كده بيطلع يكون في بعض الجري، بيبقى في تدريبات الكره، ممكن يشارك في بعض المربعات الخاصه باللاعبين في بدايه المران. لكن مع غلق المران طبعا يعني نقدر نقول احنا مش شايفين التدريب بالكامل في نهايه المران. هل رمضان شارك في جزء من التقسيمه؟ هل رمضان كان متواجد ظاهر بصوره طيبه؟ لكن التطمينات والتاكيدات اللي بتجي لنا امير ان رمضان في المرحله النهائيه ان شاء الله بالنسبه للتاهيل على ان يشارك باذن الله خلال المرحله القادمه مباراه سموحه الغد، ممكن رمضان يكون في القايمه، لسه مش عارفين الامور دي، لكن مش عايزين نسبه الاحداث، هنستنى طبعا عقب نهايه المران هل رمضان هيكون متواجد، رمضان حالته ازاي، ناكد برضه طبعا من طبيب النادي الاهلي خالد محمود، لكن ان شاء الله باذن الله كل لعيبه النادي الاهلي تكون في الميعاد غدا ان شاء الله، التركيز وحاله النادي الاهلي والشخصيه المعتاده وشخصيه البطل النادي الاهلي تفرض نفسها ان شاء الله في مباراه الغد ان شاء الله. على طول عقب انتهاء المران امير يتوجه لاعبي النادي الاهلي الفنادق القريبه من استاد القاهره للدخول المعتاد في معسكر بولك، وباذن الله ان شاء الله تكون مباراه الغد من نصيب النادي الاهلي ويستطيع ان يفوز 17 مباراه على التوالي ويضرب ارقام قياسيه كعاده فريق النادي الاهلي. طيب معلول ومتولي بغض النظر هل مستر فايلر هيلعبهم بكره ولا لا، او بغض النظر عن جزئيه الاجهاد، هل هم جاهزين طبيا للمباراه؟ معلول يعني ما فيش اي شكوى طبعا، معلول كان بيعاني من اجهاد خلال الايام الماضيه وتحديدا مباراه سان داونز، لكن معلول جاهز بالنسبه للحاله البدنيه والفنيه، هي الرؤيه بتاعت فايلر المشاركه او عدم المشاركه على حسب الرؤيه الفنيه، لكن انا بطمنك
على علي معلول بالتحديد يعني مش اي حاجه ان شاء الله تعوقه. هو كان عنده اجهاد عام يعني الناس قالت لك عنده حتى حاجه في الاماميه ويمكن الناس قالت انه عنده حاجه في الضمه، لا اجهاد عام بالنسبه لعلي معلول وايضا كمان محمود متولي يعني مش عايزين نسبه الاحداث طبعا امير اللي انت عارف التدريب شغال لا قدر الله ممكن يحصل اي كدمه اي حاجه بالنسبه لعيبه النادي الاهلي، فان شاء الله باذن الله نعدي التدريب على خير ومع خروج القائمه ان شاء الله هنقدر ناكد لكل جمهور النادي الاهلي باللعيبه المتواجده في مباراه الغد باذن الله. باذن الله كريم انا بشكرك شكرا جزيلا. زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي كان معانا على الهاتف ووضح لنا امور عديده بخصوص مران اللايوم وبخصوص المران الوحيد استعدادا لمباراه سموحه بكره في ظل ضيق الوقت وفي ظل الاجهاد اللي بيعاني منه فريق النادي الاهلي على مدار الفتره الحاليه، لكن باذن الله الاهلي قادر ان هو يتعامل والاهلي دايما بيبقى ملتزم بجدول الدوري كما هو المعتاد في تاريخ النادي الاهلي على طول وجاهز لاي مباراه. مباراه بكره طبعا غايه في الاهميه وغايه في القوه، بتلعب فريق كبير زي فريق سموحه، مدرب قوي ومميز زي كابتن حماده صدقي، عندك بعض الغيابات اللي في الغالب كده هتكون مش موجوده عن مباراه، يعني امور كتيره جدا اكيد مستر فايلر هيقدر يتعامل معاها. الاهم بالنسبه لنا ان شاء الله الفريق يكسب بكره عشان نوصل لانتصار رقم 17، وبخلاف الرقم القياسي الاهلي عايز يستمر في انتصاراته المحليه عشان يعني ايه واحنا جايين كده على مباراه نصف النهائي مع الوداد نكون خلاص ذهننا فاضي خالص من الجانب المحلي، ان شاء الله نكون حسبنا البطوله بشكل كبير جدا 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 كمان، ونتفرغ للحديث والاستعداد لمباراتي الوداد في دور نصف نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا وهي البطوله الاهم بالنسبه لكل جماهير النادي الاهلي، ده امر غايه في الاهميه. يا جماعه امبارح اتكلمت مع حضراتكم بخصوص كريم نيدفيد، الكلام مستمر عن اللاعب وعايز اوضح واعيد التوضيح بخصوص اصابه كريم نيدفيد، لان البعض قال ان كريم عنده مشكله وكريم ممكن يعتزل وكريم لسه هيعمل عمليه ثانيه او ثالثه او رابعه وكلام من ده. التوضيح ببساطة شديدة جدا، كريم نيدفيد العملية الأولى الثانية الأمور بالنسبة له ما كانش فيه التئام في الغضروف، هو كان عنده قطع في غضروف الركبة، ما كانش فيه التئام واضح وطبيعي وجيد بالنسبة لركبة اللاعب، بالتالي اللاعب سافر تاني على ألمانيا من حوالي 3 أسابيع عمل جراحة أخرى، الجراحة دي من خلالها هيتم تحديد البرنامج العلاجي الخاص باللاعب مع طبيب مختلف عن الطبيب اللي اجرى الجراحه الاولى للاعب. بالتالي الفتره الحاليه ايه اللي بيحصل؟ كريم رجع على القاهره بتوصيات من الطبيب الالماني لمده شهر ونص، الشهر ونص عدى منهم 3 أسابيع، اعتقد يتبقى كده اسبوعين ثلاثه ويرجع اللاعب تاني لالمانيا عشان يبقى في فحص طبي، وبعد فحص طبي ده يتحط له برنامج، البرنامج ده من خلاله باذن الله يرجع ويستعد لعودته للمشاركه في التدريبات ومن ثم المباريات مع فريق النادي الاهلي. حاله اللاعب مطمئنه، اللاعب نفسه مطمئن ومتفائل جدا ان شاء الله باذن الله خلال الفتره الجايه وشفائه من هذه الاصابه، وللاسف حظه سيء جدا، يعني الحالات دي بتحصل 1 في المليون ان الجراحه ما تنجحش او يحصل بعض الانتكاسات مثلا، يعني نادرا لما تحصل، لكن هو حظه سيء، لكن ان شاء الله باذن الله يعود سريعا للمشاركه في التدريبات مع النادي الاهلي بعد الفتره القادمه والبرنامج اللي هيتم تحديده للاعب من قبل الطبيب الالماني، ده امر غايه في الاهميه. البعض كمان بيتكلم، يعني ناس كتير بتبعت لي رسائل سواء على تويتر او انستجرام بيتكلموا على ان احنا عندنا اصابات كتير وايه المشكله وايه اللي حصل وكلام من ده. لما نيجي يا جماعه نقارن ما بين السنه دي والسنه اللي فاتت هتلاقي ان عدد الاصابات اكتر بكتير كان السنه اللي فاتت، المره دي الاصابات العضليه قليله جدا واضحه السنه دي، في اصابات صعبه شويه زي وتر اكيليس مثلا سعد سمير، زي رباط صليبي محمد محمود، زي غضروف كريم نيدفيد وحمدي فتحي، دول اصابات غير عضليه، لكن الاصابات العضليه قليله جدا، كان عندك بس رمضان صبحي ما كانش فيه اي اصابه عضليه، فبالتالي مش معنى كده ان انا بتكلم ان احنا الدنيا زي الفل وتمام، الدنيا كويسه، الجهاز الطبي ماشي بشكل كويس بيشخص الحالات بشكل طبيعي، لكن في بعض الاحيان بتحصل انتكاسات ملهاش علاقه بالتشخيص اطلاقا، ده او دي جزئيه مهمه لازم البعض ياخد باله منها. ففي فرق كبير ما بين السنه دي في موضوع الاصابات والسنه اللي فاتت، اكيد نتمنى ان الاصابات تتلاشى، اكيد نتمنى ان يكون في خطوات اخرى لتفادي الاصابات بعد الخطوات اللي اتخذها مجلس اداره النادي الاهلي منذ العام الماضي واللي اتت بثمارها هذا الموسم في قله الاصابات بالنسبه لفريق النادي الاهلي. حظنا سيء ان ساعات بتيجي اصابات طويله الامد، يعني بتقعد فتره كبيره زي الامثال اللي انا قلتها لحضراتكم، لكن فيما عدا ذلك الاصابات العضليه قليله جدا رغم ان هي وارد جدا حدوثها في الملاعب بشكل عام وبنشوفها في الدنيا كلها. الامور مستقره، الدنيا ماشيه بشكل كويس بالنسبه لفريق النادي الاهلي، ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق في كافه المراحل اللي بيمروا بها على مدار الموسم سواء محليا او افريقيا باذن الله تعالى.
طيب اهم مباريات امبارح والنهارده في مختلف البطولات. امبارح كان الدوري الانجليزي مباراه ليستر سيتي واستون فيلا انتهت بفوز ليستر سيتي 4-0. فاردي يعود للتهديف بعد ما كان ما ابتداش اساسي لكن نزل احرز ضربه جزاء وقدر ان هو يحرز هدف اخر، وبارنز احرز هدفين اخرين لفريق ليستر سيتي وفازوا على استون فيلا. الدوري المصري امبارح كان فيه الاسماعيلي والجونه انتهت المباراه بنتيجه 1-1. دوري ابطال اوروبا النهارده يعود بمباريات فالنسيا مع اتلانتا ولايبزيج الالماني مع توتنهام هوتسبير الانجليزي. ايضا الدوري المصري في بعض المباريات ما بين او هي مباراه وحيده ما بين المقاولين العرب وطلائع الجيش، المباراه دي ابتدت في تمام الساعه 5 عصرا. دي بعض الامور الهامه مع بدايه حلقه اليوم من كلام في الميديا. عندنا كلام كتير بخصوص الصحف وحديث عن النادي الاهلي، نروح نشوف قالوا ايه. يلا الأهرام: الإرهاق والغيابات تحاصر الأهلي قبل مواجهة سموحة، تغييرات بالتشكيلة الرئيسية وفايلر يطالب لاعبيه بحسم الدرع والتفرغ لدوري أبطال أفريقيا. الأخبار: الهزيمة في الأهلي ممنوعة، فايلر على وشك معادلة رقم الأسطورة جوزيه ويحذر لاعبيه من سموحة. الجمهورية: بعد العودة من جنوب أفريقيا صبحي يغيب عن الأهلي أمام سموحة. الشروق: فايلر تغييرات عديده على تشكيله الاهلي امام سموحه. الشروق تكشف اجراء ندفد العمليه الجراحيه الثالثه في ركبته، احتمالات غياب معلول الاصابه، والسويسري يرفض المغامره برمضان. الدستور: المدير الفني للاهلي يتعهد بتطبيق التدوير، فايلر يحسم مشاركه رمضان صبحي امام سموحه اليوم. المصري اليوم: جلسة الخطيب مع فايلر تحسم تجديد عقده، تغييرات في تشكيل الأهلي أمام سموحة لتجنب الإجهاد واستمرار غياب رمضان صبحي. الوطن: الإجهاد والبرد يضربان الأهلي وفايلر يستغيث بالدكة، إكرام يقترب من حراسة المرمى، أفشة يعود للتشكيل، السويسري يعود لبلده عقب مواجهة أسوان، وعبد الحفيظ يحقق مع صالح نور. المساء: مجلس الاهلي يضغط على فايلر لمشاركه كهربا وصالح، الشناوي يطلب الخلع للاحتراف الخارجي، احمد فتحي يقترب من تجديد عقد. الاخبار المسائي: محاربه الاجهاد، الاهلي يغلق الملف الافريقي ويجهز عناصر جديده لمواجهه سموحه. نبتدي بجريدة الأهرام واللي اتكلمت عن النادي الأهلي النهارده وقالت إيه؟ قالت إن الإرهاق والغيابات والإصابات تحاصر الأهلي قبل مواجهة سموحة. إرهاق أكيد من رحلة السفر بتاع جنوب أفريقيا، إرهاق كمان ذهني بسبب المباريات المهمة اللي كان بيمر بيها النادي الأهلي خلال الفترة اللي فاتت، اللي بتتمثل طبعًا في أهم مباراتين في الموسم، مباراة الذهاب والإياب مع صن داونز واللي تفوق فيها النادي الأهلي الحمد لله وتأهل لدور نصف النهائي. الغيابات اللي بتتمثل في الإيقافات مثلا زي ياسر إبراهيم والجونيور أجايي ومحمود عبد المنعم كهربا. الإصابات يعتبر إصابة الوحيدة أو اللي لسه هنشوف موقف رمضان صبحي بشكل أوضح على مدار حلقة اليوم، هل هيكون متواجد في القائمة ولا لأ، بخلاف متولي ومعلول وكريم أكد لنا إن الأمور بالنسبة لهم جيدة ما فيش أي مشكلة، إن هم كان عندهم إجهاد عضلي بسيط جدا يعني ما يعوقهمش على المشاركة إلا إذا في قرار فني آخر من قبل مستر فايلر أو قرار طبي في تجنب الإجهاد بشكل أكبر أو عودة إصابة مثلا أو أن الإصابة تتفاقم زي إصابة مثلا علي معلول في العضلة الأمامية عبارة عن إجهاد لا قدر الله ممكن تبقى مزق أو حاجة لا قدر الله يعني لو شارك. دي كلها أمور يعني الجهاز الفني هو أدرى بيها والجهاز الطبي طبعا. كمان بيتكلموا على تغييرات بالتشكيلة الرئيسية، ده وارد بقوة طبعا بعد الفترة اللي فاتت والمباريات القوية، فأكيد هيبقى في عناصر ما شاركتش تحديدا في المباراه الاخيره تشارك في المباراه اللي جايه امام سموحه. وبالمناسبه انت لما هتيجي تفكر كده هتلاقي ان كل العناصر تقريبا في قائمه النادي الاهلي شاركوا على مدار مراحل عديده سابقه ومباريات مختلفه، فاللي هيشارك هو اكيد عنصر من ضمن العناصر الاساسيه في كل الاحوال. ممكن انت بتريح لعيب او بعض اللاعبين كانوا شاركوا في المباراتين الاخيرتين يعني،
لكن ده هيبان بشكل اكبر بعد ما نعرف القايمه كمان وبعد ما نشوف مباراه بكره والتشكيل الخاص بيها. فايلر طالب لعبيب حاسم الدرع والتفرغ لدوري ابطال افريقيا، وده من احد اهداف الجهاز الفني واللاعبين ان انت تحاول من خلال المباريات القادمه ان انت تحسم الدرع بشكل اقرب واكبر. انت فرصك كبيره جدا ان انت تاخد بطوله الدوري طبعا، دي واضحه للكل يعني. فرق المنافسه وفرق النقاط كبير على اقرب منافسيك سواء الثاني او الثالث مقاولين او الزمالك، لكن في كل احوال الكوره يعني بيحصل فيها اي حاجه، انت لازم تتجنب هذه الامور، لازم تحاول تحسم البطوله بدري بدري عشان تركز بشكل اكبر على الهدف الاساسي بالنسبه لك، وهي بطوله دوري ابطال افريقيا من خلال دور نصف النهائي بالتحديد مع فريق كبير جدا زي فريق الوداد المغربي. تعالوا نروح للاخبار. جريدة الأخبار بتتكلم عن أن الهزيمة في الأهلي ممنوعة، يعني ما فيش حاجة اسمها كده، أكيد الأهلي بيتمنى دايما في كل مبارياته أن هو يكسب، لكن وارد أن أنت في يوم من الأيام ما تكونش موفق، تتعرض لإخفاق كبوة بسيطة، المهم أن أنت بترجع بعد كده على طول، لكن إن شاء الله بإذن الله أتمنى طبعا الأهلي يستمر في انتصاراته المحلية، يعادل كمان رقم مستر مانويل جوزيه بالنسبة لمستر فايلر، زي ما هم قايلين كده في الخبر أن فايلر على وشك معادلة رقم الأسطورة جوزيه. احنا عارفين 17 انتصار متتالي باسم مستر مانويل جوزيه مع النادي الاهلي كان في موسم 2004-2005، احنا دلوقتي وصلنا 16 انتصار متتالي مع مستر فايلر، ان شاء الله نوصل لل 17 ونتخطى كمان هذا الرقم من خلال المدير الفني المميز جدا في الحقيقه مستر ريني فايلر، اللي بيحذر كمان لاعبيه من سموحه لانه فريق طبعا محترم وفريق قوي ويجب التعامل معاه بكل التركيز وجديه باذن الله تعالى سعيا نحو الانتصار. تعالوا نروح للجمهوريه. والجمهورية بتتكلم بعد العودة من جنوب أفريقيا صبحي يغيب عن الأهلي أمام سموحة، غياب صبحي عن مباراة سموحة ممكن يكون لو حصل عدم جاهزية فنية، لكن طبيا الراجل بقى سليم الحمد لله، واحنا تأكدنا برضو من شوية بيشارك في التدريبات، بياخد أجزاء، النهاردة مش واضح لأن التدريب مغلق، مش واضح هل رمضان شارك، على حسب طبعا كلام مراسلنا وزميلنا العزيز كريم أحمد انه مش واضح هل شارك في التدريبات وكل الفقرات ولا لا، لان التدريب كان مغلق، لان التدريبات المغلقه دايما بتبقى قبل المباراه تاني يوم على طول يعني. لكن هيبان بشكل اكبر ايضا بعد ما نعرف قائمه الفريق على مدار حلقه اليوم استعدادا لمباراه بكره باذن الله تعالى. تعالوا نروح للشروق. الشروق بتتكلم على ان فايلر قال تصريح، انا ما اعرفش هو قال لهم التصريح ده، قال الشروق يعني التصريح ده ما اعتقدش خالص يعني، فايلر ما بيتكلمش في الصحافه المصريه. هما بيقولوا ان فايلر بيقول تغييرات عديده في تشكيله الاهلي امام سموحه، يعني الموضوع بيتعلق باجتهاد واستنتاج طبيعي ومنطقي قوي يعني، اي حد في الدنيا هيستنتج الحته دي ان فايلر هيعمل تغييرات، لكن هو فايلر ما صرحش بكده. تغييرات في التشكيله هتكون بناء على الاجهاد اللي ممكن يعاني منه بعض اللاعبين خلال المرحله اللي فاتت يعني، بخلاف طبعا الاصابات او الايقافات اللي موجوده. كمان بيتكلموا على ان هم بيكشفوا اجراء نيدفيد للعمليه الجراحيه الثالثه في الركبه، واحنا اتكلمنا ووضحنا لحضراتكم امبارح والنهارده الجزئيه دي بتفاصيل من خلال طبعا ما تواصلنا مع اللاعب وجبنا كل التفاصيل لحضراتكم، يعني مفيش جديد برده في الخبر ده. احتمالات غياب معلول للاصابه وارده جدا، ده طبعا ممكن معلول يغيب عن المباراه للاجهاد في العضله الاماميه، هيبان ايضا النهارده، ولراحه معلول بشكل عام ان هو عمل مجهود كبير جدا على مدار المباراتين السابقتين امام سان داونز. كمان بيتكلموا على ان فايلر يرفض المغامره برمضان صبحي، هنشوف على مدار الحلقه كده القائمه هتطلع، هنعرف هل رمضان هيبقى في القائمه ولا لا، لسه محتاج وقت اكتر عشان يخش مثلا المباراه اللي بعديها هتكون يوم السبت مع انبي مع انبي، فبالتالي هنترقب ونعرف اخر الجديد بخصوص رمضان صبحي. الدستور بتتكلم في جزئيه غريبه شويه بالنسبه لي بصراحه، يعني اللي هو ايه، ان المدير الفني للاهلي يتعهد بتطبيق التدوير. طب هنا السؤال، هو بيتعهد لمين؟ يعني هو الراجل كتب تعهد على نفسه ان هو يطبق سياسه التدوير على اساس ان هو اصلا ما كانش بيدور ما بين اللاعبين، ما كانش بيعمل روتيشن، طب ما طول السنه بيعمل روتيشن ما بين اللاعبين. الجزئيه الثانيه وهو السؤال الاهم بالنسبه لي، هو اتعهد لمين؟ هل للاعبين؟ هل للاداره؟ الكلام ده هل موجود في النادي الاهلي اصلا؟ هل بيبقى مدير فني بيتعهد بشيء؟ او مدير فني بيقول يا جماعه انا اهو اوعدكم انا هغير في التشكيله هعمل تدوير وكمان، الكلام ده غير منطقي ما بيحصلش يعني في الاهلي. الراجل ممكن ياخد قرارات بالتدوير زي ما هو بيعمل على مدار الموسم كله، لكن تعهد ده غريب بالنسبه لي يعني، مش عارف الهدف ايه من كلمه تعهد. لكن في كل الاحوال فايلر يحسم مشاركه رمضان صبحي امام سموحه اليوم، ده حقيقي النهارده هيبان بشكل كبير هل رمضان يكون متواجد في مباراه بكره ولا لا. المصري اليوم وبتتكلم على جلسه الخطيب مع فايلر
وان الجلسه دي تحسم تجديد عقده. وضحت لحضراتكم امبارح بشكل كبير جزئيه تجديد عقد فايلر، وقلت لحضراتكم ان في حاله رضا تام سواء عند لجنه التخطيط او عند مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب اللي هو مشرف على الكره، حاله رضا عن فايلر، وحاله الرضا دي كمان موجوده عند الجماهير. الناتج بتاع الحاله دي ايه؟ اكيد هيكون في تجديد. يعني استنتاج، انا بقول استنتاج مش معلومه. طيب امتى؟ ده امر متروك للناس المسؤولين عن الكره في النادي الاهلي، هم ادرى بقرارهم سواء تجديد او ارجاء التجديد لاخر ده قرار بتاع المجلس بتاع النادي، هم مسؤولين ان هم عارفين هياخدوا القرار ده ازاي وامتى. لكن حاله الرضا موجوده طبعا، موجوده، الراجل ماشي بشكل ممتاز مع الفريق على مدار الموسم كله، كل الاهداف المطلوبه منه اتحققت. الحاجه الوحيده اللي وقعت منه موضوع بطوله السوبر، ضربات جزاء خسرتك البطوله وعدم توفيق. لكن في كل الاحوال لا، مدرب قوي ومدرب كويس. قرارات النادي ايه؟ الله اعلم، هنعرفها في وقتها لما يتم الاعلان عنها بشكل رسمي. تغييرات في تشكيل الاهلي، كله بيستنتج وبيتكلم على تغييرات التشكيل بكره باذن الله تعالى. طيب نروح للوطن، والوطن بتتكلم على الاجهاد والبرد، وان هم يعني عقبه من ضمن العقبات امام النادي الاهلي قبل مباراه بكره. قصدهم البرد يعني موضوع الشناوي، الشناوي كان عنده نزله برد قويه في جنوب افريقيا قبل المباراه، لكن الراجل في الحقيقه تعافى وتحامل على نفسه بشكل كبير وقدر ان هو يلعب المباراه ويؤدي كمان بطريقه مميزه جدا يعني، وواضح اداء الشناوي يعني. الاجهاد بسبب الاصابات او بعض الاجهادات العضليه عند بعض اللاعبين، فايلر كمان بيستغيث بالدكه اللعيبه اللي فيها، هم اللعيبه الاساسيين يعتبر، لان دايما سياسه التدوير بنشوفها، واللي قدر ان هو او قدر ان فايلر يجيب ناتج ايجابي جدا من هذه السياسه من خلال المباريات الاخيره للاهلي. شفنا الكل جاهز والكل مهيئ ان هو يشارك في المباريات بشكل جيد مع الفريق. بيتكلموا على ان اكرامي اكتر من حراسه المرمى، ده لو الشناوي مش جاهز، لكن احنا طمنا كمان من الشناوي من شويه على الشناوي من شويه، وقالوا لنا ان الشناوي جاهز لحراسه مرمى النادي الاهلي بكره. لكن اكرامي طبعا لو هيلعب اكيد اكرامي وحش، حارس كبير جدا، فاكيد برده حراسه المرمى في امان، حتى لو مش اكرامي كمان لو علي لطفي. فالامور في المركز ده ماشيه بشكل جيد جدا في الحقيقه. قفشه يعود للتشكيل اعتقد بنسبه كبيره لانه ما شاركش في المباراه الاخيره. سويسري يعود لبلده بعد مواجهه اسوان، لان هيبقى في ايقاف دولي مباراتي مصر مع توجو، فهيبقى في اجازه بالنسبه للراجل، فممكن جدا فعلا ان هو يعود لسويسرا بلده كاجازه بالنسبه له يعني. عبد الحفيظ يحقق مع صالح جمعه، ده امر اداري متروك للكابتن سيد عبد الحفيظ، ايه اللي حصل بالنسبه لصالح جمعه بالظبط الله اعلم، هم اكيد ادرى يعني. المسا، بص بقى الخبر ده، خبر جميل جدا، بيقول لك ايه؟ مجلس الاهلي يضغط على فايلر لمشاركه كهربا وصالح. بالله عليكم، عمركم شفتوها في حياتكم مع النادي الاهلي؟ يعني عمرها حصلت ان مجلس الاداره يضغط على مدير فني علشان يلاعب فلان او فلان؟ اكيد لا. يعني بانهي منطق؟ بانهي منطق تحديدا جوه النادي الاهلي؟ عمرها ما حصلت قبل كده. لا عمر كابتن محمود الخطيب هيكلم فايلر يقول له والنبي لعب لنا فلان او فلان، مش هتحصل. الامر كله متروك، القرارات كلها متروكه للمدير الفني بخصوص الفريق، سواء قرارات اداريه او فنيه، هو مدير فني بيتحكم في كل الامور، ودي صلاحيات طبيعيه ليه وطبيعيه اكتر كمان في النادي الاهلي. سياسه النادي الاهلي دايما احنا عارفينها يعني، لكن ما فيش خالص ان هروح اقول لفايلر النبي لاعب صالح جمعه او لاعب كهربا. موضوع كهربا ده قرار فني من مستر فايلر، ما فيش اي ايقاف ولا في اي حاجه، راجل حر عايز يلعب كهربا اوكي، عايز مش محتاج كهربا دلوقتي، دي حاجه ترجع له هو، الراجل حر مدير فني. موضوع صالح جمعه سمعنا تصريحات الراجل واضحه جدا بخصوص صالح جمعه، ما فيش اي تدخل مجلس اداره النادي الاهلي او مسؤولي النادي الاهلي بخصوص قرارات بياخدها المدير الفني، سواء بقى فايلر او غير فايلر او الكلام من ده، الكلام ده ما بيحصلش جوه النادي يعني. كمان بيقول لك الشناوي يطلب الخلع للاحتراف الخارجي. في بعض الاحيان لما يبقى النادي الاهلي ماشي بشكل كويس، فدايما بتلاقي مثل هذه الاخبار اللي بتتمثل في ايه؟ بتتمثل ان انا احاول اخلق ازمه للاهلي، شويه اقول اصل في ضغط عشان فلان يلعب، وشويه اقول اصل الشناوي هو اللاعب بيتالق بقى، اصل الشناوي عايز يمشي وبيضغط على الاداره عايز طب هيمشي امتى؟ قول لي انت كده، هو في فتره قمه مفتوحه دلوقتي؟ يعني الشناوي لو عايز يمشي دلوقتي هيمشي؟ خلينا نقول لحضراتكم ان الشناوي اولا عقليته مميزه جدا جدا، وتفكيره وقراراته رائعه، الراجل بيحترم جدا قرارات النادي الاهلي. هل ممكن يكون عنده عروض؟ وارد ان يجي له عروض بس فترات انتقاليه، دلوقتي بيبقى عروض مثلا شفهيه لو جات له يعني. هو يستحق عروض؟ طبعا يستحق عروض جامده قوي، افضل حارس دلوقتي مش هكون ببالغ لو بقول في افريقيا يعني الشناوي، دي حقيقه محمد الشناوي. لكن التوقيت
والتنسيق مع المسؤولين عن الكره في النادي الاهلي، لما هيبقى في فتره قيد مفتوحه لما ينتهي الموسم بالاهداف اللي مركز فيها الشناوي من ضمن اللاعبين المركزين جدا جدا على اسعاد جمهور الاهلي وتحقيق الاهداف اللي بتتمثل في كل البطولات، اهمها بطوله دوري ابطال افريقيا، هدف اساسي عند الشناوي وزمايله. ففي توقيت للكلام في الحاجات دي. بعض الصحف بتحاول تخلق ازمات للنادي الاهلي، بتحاول تعمل قصص كده، تصير مواضيع عشان يبقى في كلام عشان يكتبوا، مع احترامنا وتقديرنا ليهم يعني، لكن خبر مش في محله اطلاقا يعني. مفيش اي طلب من الشناوي ان هو يسافر او يحترف. ممكن يبقى في طلب بس في توقيت صح، لكن حاليا مفيش اي طلب. وعمر الشناوي ما هيخرج من النادي الاهلي غير من خلال التنسيق مع المسؤولين في النادي الاهلي، لانه مرتبط بعقد مع الفريق، ده طبيعي. احمد فتحي يقترب من تجديد عقده باذن الله تعالى، ان شاء الله يقترب. تعالوا نروح للاخبار المسائي ومحاربه الاجهاد. والاهلي يغلق الملف الافريقي ويجهز عناصر جديده لمواجهه سموحه، ده اتكلمنا فيه خلاص يعني. بكره هنشوف بقى التشكيل ايه، والنهارده كمان هنشوف القائمه الخاصه بالفريق استعدادا لمباراه سموحه. دي كانت اخبار الاهلي في الصحف، في اخبار عن الاهلي في المواقع نشوفها. يلا اليوم السابع، الاهلي يدرس راحه الاساسيين امام سموحه خوفا من الاجهاد. صدى البلد أوامر حمراء، أربعة غيابات مؤثرة في لقاء سموحة أمام الأهلي. موقع الكابتن الكشف عن تفاصيل جلسة فايلر والخطيب حول تأجيل التجديد. سوبر كورة، محمد الشناوي صداع في الأهلي. ماشي يلا كورة، عبد الحفيظ ننتظر وصول عرض فنلندي لصالح جمعة خلال 48 ساعة. طيب اخبار كلها متشابهه شويه سواء في الصحف او في المواقع. خلينا نتكلم عن المواقع شويه، بالتحديد موقع اليوم السابع. اليوم السابع واللي بيتكلم على ان الاهلي يدرس راحه الاساسيين امام سموحه خوفا من الاجهاد، ده اتكلمنا فيه خلاص وهنشوف اللي هيحصل. في كل الاحوال هيبقى امر طبيعي ومنطقي جدا ان ممكن مستر فايلر يريح بعض اللاعبين بعد ضغط المباريات على مدار الفتره اللي فاتت وعلى مدار الفتره اللي جايه كمان. انت بتحاول تكسب اللعيبه كلها او عدد كبير جدا من اللاعبين في المراحل المهمه. انت دلوقتي في مرحله من ضمن المراحل الهامه جدا جدا في بطوله الدوري. ليه؟ لان انت خلاص يعتبر بتخلص الدور الاول. الدور الاول بالنسبه للنادي الاهلي ينتهي بمباراه انبي، ان هو يكون لاعب كل الفرق يعني اللي هي هتكون يوم السبت، لكن انت هتلاعب سموحه بكره، فدي مباراه من بدايه الدور الثاني يعني الاسبوع ال 18. فانت مركز على انك تحاول تحسم خلال المرحله الحاليه اكبر كم ممكن من النقاط علشان تبقى متفرغ تماما لبطوله دوري ابطال افريقيا ودور النصف النهائي تحديدا، وعشان يبقى عندك كمان اكبر كم ممكن من اللاعبين بجاهزيه كامله مميزه تقدر من خلالهم في مختلف التحديات ان انت تنجح فيها باذن الله تعالى. فطبيعي هيبقى في بكره راحه لبعض اللاعبين يعني. خلينا نروح لصدى البلد واوامر حمراء. قصدهم على ايه؟ قصدهم على الاربع غيابات اللي هتكون في فريق سموحه اللي بتتمثل في معاري النادي الاهلي لسموحه، اللي هم مين؟ صلاح محسن، ناصر ماهر، محمد عبد المنعم، وكريم يحيى. ودي طبقا للبنود اللي في العقد ما بين النادي الاهلي وسموحه، ان انت هتاخد مني لعيب اعاره بس ما يلعبش قدامي في مباراه الدوري. فاكيد دي ازمه ممكن تكون بتواجه كابتن حماده صدقي، هو اكيد برده عنده البدائل المميزه فريق سموحه من الفرق الكبيره، لكن الاربعه دول طبعا مش هيلعبوا طبقا للبنود اللي انا قلت حركوا عليها. موقع الكابتن بيحاول يجتهد ويتكلم على تفاصيل جلسة فايلر والخطيب حول تأجيل التجديد. هم هنا بيقولوا ان التجديد هيتأجل لنهاية الموسم، ده مجرد اجتهاد. الجلسة ما تمش اعلان ان في جلسة من قبل النادي الاهلي، وانا اتكلمت مع حضراتكم بتفاصيل النهاردة وامبارح بخصوص جزئية التجديد لمستر فايلر. ما فيش اي قرار رسمي اتاخد بالتجديد. هل في نية؟ ممكن يكون في نية للتجديد طبعا بعد الاداء المميز، لكن جديد في اي جديد حصل حاجه رسمي؟ انا هنا ملزم ان اقول لحضراتكم الرسمي مفيش اي حاجه رسمي حصلت، مفيش النادي الاهلي ما اعلنش عن اي حاجه رسمي، لكن المدرب مبسوط في الاهلي والاهلي مبسوط بالمدرب يعني. فهنشوف اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه، لكن الكل بيجتهد في هذا الملف بعد نجاح فايلر فتره كبيره مع النادي الاهلي لحد دلوقتي، وده امر واضح وضوح الشمس يعني. نروح لسوبر كوره.
وبرضه الحديث عن محمد الشناوي. مضطر ان انا ارد على حضرتك او ارد على الخبر عشان اوضح لحضراتكم تاني، يعني ده دورنا في الحقيقه. الشناوي يا جماعه لاعب ملتزم جدا ومنضبط جدا وعارف حدوده كويس قوي، اللي بتتمثل في ان هو لاعب محترف موجود في النادي الاهلي، منتمي انتماء كبير جدا للنادي الاهلي، بيحب النادي بيحب فريقه، هدفه ان هو يحقق كل البطولات السنه دي مع النادي الاهلي. موضوع عروض او رحيل وارد جدا، تاني بقول لحضرتك وارد يجي له عروض، لكن التوقيت للحديث عن هذه العروض اكيد عارفه كويس جدا محمد الشناوي وعارفه جدا المسؤولين في النادي الاهلي، اللي هو امتى؟ مع نهايه الموسم، لما يخلص الموسم لو في عروض هيتم الحديث عنها. دي جزئيه محمد الشناوي، لكن ما فيش صداع ولا حاجه، اللاعب ملتزم جدا واللاعب موجود والله وبيأدي، ما فيش اي مشكله، ما عملش اي مشكله وما عملش قبل كده كمان اي مشكله مع النادي الاهلي يعني. تعالوا نروح ليلا كوره وتصريح على لسان الكابتن سيد عبد الحفيظ لموقع يلا كوره، واللي بيقول ان احنا بننتظر وصول عرض فنلندي لصالح جمعه خلال 48 ساعه، وارد طبعا بشكل كبير جدا ده اللي هيحصل بنسبه كبيره، اللي هيجي عرض النادي الاهلي من فنلندا طبعا طبقا لتصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ، لان فنلندا يعتبر من الدوريات القليله جدا اللي فيها باب القيد مفتوح ممكن يتعاقدوا مع اي لاعب يعني. الكابتن سيد عبد الحفيظ في الخبر قال ان في تواصل حصل من احدى الانديه الفنلنديه بخصوص صالح، لكن لسه فيش عرض رسمي وصل، العرض الرسمي ممكن يوصل خلال 48 ساعه، بناء عليه هيتم الدراسه، وبناء على الدراسه هيتم اتخاذ القرار الانسب بالنسبه للنادي وبالنسبه للاعب. دي اخبار الاهلي في المواقع، لسه معانا بعض الاخبار المحليه والعالميه نروح نشوفها يلا. موقع مبتدا، خماسيه اتحاد الكره تخاطب الصحه بسبب كورونا. اليوم السابع، هل يتم الغاء مصافحه اللاعبين قبل مباريات الدوري المصري؟ اتحاد الكره يرد. موقع الكابتن، قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن طريقة نقل أجهزة الفار للملاعب. في الجول، خمسة حراس على رادار منتخب مصر لمعسكر توبو. صدى البلد، طبيب المنتخب يكشف عن مفاجآت حول إصابة محمد صلاح وحجازي. موقع الكابتن، مالك فاروق كوكا يعلن اصابته بفيروس كورونا. المصري اليوم، اداره بيشكتاش تطلب من ارسنال تمديد اعاره النني. موقع بطولات، محمد صلاح ثانيا في قائمه افضل هداف الدوري الانجليزي بعد 100 مباراه. موقع فيتو، رسميا مباراة برشلونة ونابولي بدون جماهير بسبب كورونا. يلا كورة، مباراة مونشن جلادباخ وكولون في الدوري الألماني تقام بدون جمهور. موقع مبتدا بيتكلم على ان اللجنه الخماسيه في اتحاد الكوره تخاطب الصحه بسبب كورونا، احنا عارفين يعني متابعه التدابير والاجراءات الاحترازيه اللازمه من خلال التواصل مع وزاره الصحه بخصوص تجنب تفشي هذا المرض باذن الله يعني. فاللجنه الخماسيه طبيعي جدا بتقوم بهذه الاجراءات، او اتحاد الكوره يعني بيقوم بهذه الاجراءات عشان يعرف ايه اللي مطلوب بالظبط عشان يبقى ماشي طبقا لتعليمات وزاره الصحه يعني، ده امر طبيعي. اليوم السابع بيتكلموا على جزئيه مهمه انا سالت فيها دكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزاره الشباب والرياضه، واللي قال لغايه دلوقتي ما فيش اي قرار يعني، او واضح ان المعلومه ما كانتش عنده بشكل كامل يعني، لكن في كل الاحوال هنا بيقولوا ايه، هل يتم الغاء مصافحه اللاعبين قبل مباريات الدوري المصري؟ اتحاد الكره رد من خلال الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنه الطبيه بالاتحاد، واللي قال ما فيش اي توصيات بكده وان احنا ملتزمين جدا بتعليمات وزاره الصحه، لما هم يقولوا لنا مثلا موضوع المصافحه ده لازم نتجنبه هيبقى في قرار بكده، لحد دلوقتي ما فيش قرار بالجزئيه دي، طبقا لتصريحات الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنه الطبيه بالاتحاد المصري لكره القدم. موقع الكابتن بيتكلم على ان في قرار جديد من اتحاد الكوره بشان طريقه نقل اجهزه الفار للملاعب. امبارح في صور كانت متداوله كده على السوشيال ميديا ان الفار ازاي بيروح للملاعب، بيتم نقله من الملعب ده للملعب ده، وحضراتكم الصور اكيد شفتوها من خلال مثلا عربيات الربع نقل، وطريقه يعني بدائيه شويه، مش شويه دي بدائيه قوي. لكن كان في توضيح في احدى المداخلات التلفزيونيه من قبل الكابتن جمال الغندور رئيس لجنه الحكام، واللي قال ان ده عباره عن الاستاند، استاند خشبي
بيتحط جواه الشاشه او التقنيه نفسها بتاعه الفور، الجهاز نفسه. فده طبيعي ان بيقول لك، حتى الراجل اتكلم بطريقه يعني مش عارف، طريقه غريبه شويه في كل الاحوال، هو بيتضايق من بعض التصريحات يعني، هو حر. لكن بيقول ايه؟ بيقول ان انا مش هنقل الجزء الخشبي ده بطياره هليكوبتر يعني، هو بيتريق شويه ممكن، لكن في كل الاحوال مش عارف هل برضه حتى لو ده جزء خشبي بس او ستاند، هل دي طريقه جيده لنقل امر يخص التقنيه نفسها؟ طب افرض لا قدر الله حصل حادثه مثلا، او لازم يبقى في عربيات مهيئه، عربيات مخصصه لنقل الجهاز نفسه او لنقل الخشب او الستاند ده نفسه يعني. لكن في كل الاحوال ده قرار من اتحاد الكره، قرار جديد ان هم يحاولوا يشوفوا حاجه جيده او وسيله نقل مناسبه لنقل كل ما يتعلق بتقنيه الفار للملاعب المصريه. ده من قبل الاستاذ عمرو الجنايني رئيس اللجنه الخماسيه باتحاد المصري لكره القدم. تعالوا نروح لموقع في الجول، واللي بيقول ان في خمس حراس في او على رادار منتخب مصر المعسكر توجو. الخمسه مين؟ معروفين خلاص يعني، اهمهم طبعا محمد الشناوي افضل حارس، محمد ابو جبل حارس الزمالك ممتاز برضه من الحراس الجيدين جدا في الحقيقه. عندك كمان المهدي سليمان حارس بيراميدز اللي بيلعب بشكل اساسي على حساب احمد الشناوي، حارس جيد جدا. محمد بسام ومحمود جاد، محمد بسام طلع الجيش، محمود جاد انبي. دول الخمس حراس اللي في ذهن الجهاز الفني لمنتخب مصر. اكيد هيتم استقرار محمد الشناوي وابو جبل. هل هم هيضموا ثلاث عناصر مثلا في المعسكر القادم، ثلاث حراس ولا اربعه؟ لو ثلاثه هيبقى الشناوي وابو جبل ومهدي سليمان، لو اربعه هيبقى الرابع محمد بسام او محمود جد، لكن الاقرب محمد بسام. احنا عارفين طبعا الجهاز الفني منتخب مصر كان اعلن اسماء المحترفين اللي تتمثل في اربع اسماء: احمد حجازي لاعب ويست بروميتش البيون في الشامبيونشيب، محمد صلاح طبعا نجم ليفربول، تريزيجيه نجم استون فيلا، واحمد حسن كوكا نجم اولمبياكوس اليوناني. وبالمناسبه كوكا ماشي بشكل ممتاز في الدوري اليوناني، الراجل تقريبا كل ماتش بيجيب هدف. فحاله من ضمن الحالات الغريبه، بيبقى بره بيلعب كويس جدا، مع المنتخب ما بيبقاش موفق. نتمنى له طبعا كل التوفيق، قرارات الكابتن حسام بدري اكيد تحترم ومدرب كبير اكيد عارف ايه اللي هيفيد المنتخب خلال الفتره الجايه. نتمنى لكوكا طبعا كل التوفيق مع عناصر المنتخب المصري بشكل كامل. صدى البلد، طبيب المنتخب يكشف عنا مفاجات حول اصابه محمد صلاح وحجازي، اللي هو الدكتور محمد ابو العلا طبيب المنتخب طبعا، واللي اتكلم على حقيقة إصابة صلاح وحجازي. هم هنا سألوه على إصابة قديمة بتاعت صلاح لما كان مصاب في الكاحل في فترة من الفترات في بداية ولاية كابتن حسام البدري مع المنتخب، وقال يا جماعة هنا احنا بنهول القصة شوية، خصوصا لما تكون حاجة متعلقة بمحمد صلاح. اللاعب فعلا كان مصاب وجالنا المعسكر ما بيتهربش إطلاقا، وده أمر معروف يعني، عمر ما صلاح هيتهرب من المنتخب. فقال إن القصة دي كان فعلا اللاعب مصاب عنده مشكلة في الكاحل يعني، عشان كده ما دخلش معانا المعسكر، ما لعبش المباريات يعني، لكن الفتره الجايه هو جاهز وهيكون معانا في المعسكر. بالنسبه لاحمد حجازي، قال ان احمد حجازي بقى كويس جدا، الاصابه تلاشت، هو كان عنده اصابه عضليه بسيطه مع ويست بروميتش في احدى المباريات في الشامبيونشيب، لكن الاصابه خلاص هو شفي منها تماما وهيكون جاهز للمعسكر مع منتخب مصر. دي تصريحات الدكتور محمد ابو العلا في صدى البلد. تعالوا نروح لموقع الكابتن والحديث عن كورونا لم ولن ينتهي، يا رب ينتهي طبعا خلال فتره قريبه باذن الله تعالى. ومالك فريق كوكا اللي هو مالك فريق اولمبياكوس بيعلن اصابته بفيروس كورونا، بالمناسبه هو مالك فريق كمان نوتنغهام فورست يعني، وقال ان هو جاله فيروس كورونا، ده من خلال اعلانه في الصحف والمواقع اليونانيه يعني. نتمنى السلامه والشفاء للجميع. المصري اليوم والكلام على محمد النني الغائب لاول مره منذ فتره طويله عن معسكر المنتخب المصري بعد قرار الكابتن حسام بدري بعدم استدعاء اللاعب، وان بشكتش التركي اللي معار لمحمد النني من ارسنال الانجليزي بيرغب في تمديد اعاره اللاعب، وتواصل مع اداره ارسنال في رغبه متبادله عند بشكتش وعند النني. النني ماشي بشكل كويس هناك، واحد العناصر الاساسيه في تشكيله بشكتش، فالنني ما عندوش مشكله لو ارسنال وافقوا. اكيد الرغبه اولى عند النني ان هو يكون متواجد في ارسنال يعني، عشان منطقيين مع بعض، لكن هو عايز يلعب اساسي برضه، لو مش هيلعب اساسي فهو مبسوط في بشكتش، وممكن الاعاره يتم تمديدها وعقده يخلص اصلا مع ارسنال في 2022. نروح لبطولات واخر خبر معانا نعلق عليه بخصوص محمد صلاح نجمنا المصري المتالق واللي رافع اسم مصر دايما في الملاعب والمحافل العالميه، وان هو ثاني واحد في قائمه افضل هدافي الدوري الانجليزي بعد 100 مباراه. يعني الاحصائيه بتاعت الهدافين اللي هم 100 اللي لعبوا 100 مباراه جابوا كام هدف في الدوري الانجليزي، محمد صلاح بيجي في المركز الثاني بعد مين بقى؟ بعد النجم الانجليزي الكبير الان شيرر لاعب بلاك بيرن السابق ونيوكاسل وبعض الانديه. في 100 مباراه شيرر جاب 79 هدف، محمد صلاح في 100 مباراه 70 هدف،
وبيسبق عدد كبير جدا من النجوم الجامدين قوي في تاريخ الكره الانجليزيه، ابرزهم طبعا رود فان نيستلروي طبعا نجم مانشستر يونايتد، كان جايب 68 هدف في 100 مباراه. سيرجيو اجويرو طبعا لاعب مانشستر سيتي الحالي جاب 64 هدف في 100 مباراه. اندي كول طبعا كلنا نفتكره لاعب نيوكاسل ومانشستر يونايتد جاب 63 هدف في 100 مباراه. توريس كمان، فرناندو توريس نجم ليفربول وتشيلسي السابق جاب 63 هدف في 100 مباراه. ويجي بعدهم روبي فاولر لاعب ليفربول واللي جاب 62 هدف في 100 مباراه، رقم جيد جدا لمحمد صلاح، وكون ان هو يجي بعد الان شيرر فده امر ممتاز جدا بالنسبه لمحمد صلاح، نتمنى له التوفيق دايما. بالمناسبه امبارح للاسف فاردي جاب هدفين فاصبح عنده 19 هدف في قائمه هدافي الدوري الانجليزي، كان صلاح قرب منه، كان صلاح 16 وفاردي 17، صلاح فاردي جاب هدفين امبارح فالفرق بقى 3 اهداف ما بينهم، لكن ان شاء الله صلاح يحاول ينافس على الحذاء الذهبي للموسم الثالث على التوالي ويفوز كمان بيه ان شاء الله الموسم الثالث على التوالي مع ليفربول في الدوري الانجليزي. دي كانت بعض الاخبار المحليه والعالميه، انا هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل هينضم لي الاستاذ محمد باهي الناقد الرياضي بالاهرام ونتكلم معاه في بعض الامور، استنونا. الناقد الرياضي الكبير بالاهرام ضيفنا العزيز في حلقه اليوم، يا استاذ محمد اهلا بيك. اهلا بك يا استاذ امير واهلا بالساده المشاهدين. نورنا دايما. ربنا يخليك، ده نورك. رايك كيف موضوع كورونا؟ لا هو طبعا يعني طبقا لتصريحات الناس المسؤوله في مصر واحنا طبعا لازم ناخد بقول الامر منكم. طبعا. فالكل يعني اكد ان مفيش خطوره حتى الان. الحمد لله. يمكن اللجنه الاولمبيه اكدت الكلام دوت واتحاد الكوره والامور ماشيه على ما يرام يعني زي ما بيقول. وانا شايف ان مفيش اي قلق بالنسبه للموضوع، وكويس ان لحد دلوقتي المباراه بدون جمهور. يعني مفيش حتى تنويه ان المباريات ممكن ترجع بجماهير. لكن طبعا قصدك ان كده كده الدوري المصري من غير جماهير، بدون جمهور اصلا، بدون تكدسات وبدون الحاجه اللي تخوف يعني. بالظبط. طبقا لمنظمه الصحه العالميه ووزاره الصحه عندنا في مصر قالت ان الـ الـ الامور ماشيه كويس، ولكن في تاكيدات ان ما بين طبعا اكثر من 100 مليون مصري تقريبا حوالي 50 واحد، ده اللي تردد يعني، لكن مش بشكل حوالي 50 حاله. 59 بالظبط. يعني في الخمسينات يعني. وده طبعا منهم 12. بالظبط. يعني الحمد لله طبعا عقبال بقى ان شاء الله. واعتقد ان مصر امنه يعني في الموضوع ده يعني. الحمد لله. مش زي ايطاليا مثلا، ايطاليا الدنيا بايظه خالص. طبعا. لا في اوروبا كمان في تكدسات، انت عارف برضه في اكتر من اتحاد واكتر من بلد قالت لك حتى المباريات بدون جمهور. فده المفروض يعني. لكن الاجراءات لحد دلوقتي اجراءات طبيعيه، يعني مثلا النهارده كان في بيان من وزاره الشباب والرياضه وبعدين بيان من اتحاد الكوره ان المباريات هتتلعب بدون جماهير، لكن النشاط ماشي بشكل طبيعي طبعاً. والدنيا تمام. كمان اللجنه الاولمبيه بعد اللغط اللي حصل بعد بيان وزاره الشباب والرياضه، ناس كتير كتبت لك قالت لك ان اللجنه الاولمبيه بتكتب بيان دلوقتي خلاص عشان توقف النشاط في مصر. طلع نفي من المهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه. وده ضروري، انا مش شايف ان الموضوع واخد اكبر من حجمه، وفي نفس الوقت يعني ما فيش حالات يعني انها تقلب بشكل كبير. تجمعات وسواء في المدارس، حتى ما فيش حالات في المدارس يعني لحد دلوقتي، يمكن الحالات كلها ناس كبار السن. كبار السن واجانب يعتبر. بالظبط كده يعني، لكن كمصريين ما ثبتش حاله يعني بشكل جازم، حتى اللي شافه بسرعه يعني. فلا انا ان شاء الله باذن الله طمن ان شاء الله يعني ان شاء الله الدنيا خير باذن الله تعالى. طيب عايز اخد تقييمك بقى للاهلي بخلاف موضوع كورونا ده اللي بيشغل الناس كلها في الحقيقه، لكن الاهلي الفتره اللي فاتت رايك ايه بالتحديد بعد ما تخطى عقبه سان داونز اقوى عقبه في بطوله دوري ابطال افريقيا على الاطلاق؟ طبعا. وبالتحديد كمان فيما يتعلق باستعداده لمباراه الغد، خلينا ناخدها واحده واحده كده، رايك ايه في الفتره اللي فاتت بالنسبه للاهلي؟ بص هو طبعا كان هناك اجماع ان الاهلي المحلي يفوق تماما الاهلي الافريقي، والمقوله دي طلعت صحيحه او طلعت واقعيه؟ بص هو كان في البدايه في البدايه واقعيه، ولكن مع الوقت ثبت ان الاهلي بقياده فنيه بقياده فايلر قدر يقرا الطالع زي ما بيقول، او يقرا الموقف، او يقرا الفرق الافريقيه او الانديه الافريقيه او فقدر يحط ايده على الداء زي ما بيقول. طيب موضوع الجزئيه دي ان الاهلي المحلي غير الاهلي الافريقي واقعيه، ايه السبب اللي خلاها تبقى واقعيه؟ يعني مثلا الاهلي لعب مع النجم الساحلي
خسر 1-0 كان متسيد اللقاء بشكل كامل رغم النقص العددي من اول المباراه. الاهلي بعد كده لعب مع الهلال كسب 2-0، لعب مع بلاتينيو كسب، راح هناك اتعادل، هي دي المباراه اللي الاهلي ما كانش حلو فيها طبعا على الاطلاق. بعد كده لعبت مع النجم كسبت، وكنت هتكسب الهلال كمان في السودان واديت مباراه كبيره. اذا ليه كان بيتقال ان الاهلي المحلي غير الاهلي الافريقي؟ ليه بقى؟ انت لسه بتقول ايه؟ بتسرد نتائج اهو. الاهلي اتعادل واتغلب في الماتشات الافريقيه، بس في امور فنيه واضحه ان الاهلي ماشي. كان ما كانش وحش ماشي. كان لا ما انا المشاهد او المتفرجين بيلعبوا على الوتر العاطفي. يعني النتيجه اهم اصلا. النتيجه لما الاهلي يعود جماهيره انه يكسب وياخد الفول مارك في الدوري، يبقى الاهلي ما فيش حاجه اسمها بقى محلي وافريقي، لا يبقى لازم ياخد الفول مارك افريقيا. اصعب طبعا، اصعب بكتير. واحنا قلنا الكلام ده، لا وقلنا كمان ان المستوى في الانديه الافريقيه اقوى، الدوري عندهم اقوى اقوى من الدوري هنا في مصر، لكن يبقى ده دليل على ان الاهلي لما بدا يعمل نتائج معاهم وبدا يعتلي القمه وبدا يخش في السيمي فاينل، بدا يخش، لا الاهلي بياخدها ستيب باي ستيب. ده دليل على ان فايلر ما كانش في البدايه، خلينا واقعيين وخلينا منطقيين. وجهه نظر حضرتك مش مشكله، اتفضل. ما كانش لسه دارس الاجواء الافريقيه كويس، تمام، ما كانش دارس المنافسين بشكل كبير، وكان بيلعب برده بيعمل روتيشن كتير في المباريات الافريقيه، ودي في المباريات الافريقيه بالذات لازم محتاجه ثبات في التشكيل اكتر من يعني على الاقل. بس هو استمر في السياسه دي على فكره، يعني هو استمر في السياسه دي، وفي الاخر الاهلي قدر ان هو يوصل نصف. قدر لان هو كان عنده رؤيه وعنده وجهه نظر كويس، وعنده وجهه نظر فنيه شايف للمستقبل، يعني شايف رد الفعل قبل الفعل، يعني شايف فيما هو ابعد من اللي الناس شايفاه كويس. فده طبعا ده يدل على انه مدرب محترم كويس. متمسك، طالما متمسك برؤيته الفنيه وبادارته للامور، لا يبقى هو كده فعلا اثبت ان هو مدرب كويس. خلاص هو خد الفول مارك بالمستوى المحلي، لا وبدا ياخد يوصل للفول مارك في المستوى الافريقي وبدا يحقق طموحات جماهيره قبل ما يحقق طموحات ذاته، لان هو فايلر جاي يحقق طموحات ذاته عشان تنعكس على طموحات النادي الاهلي اللي هي منطقيه. طبعا. انه بيلعب على البطولات وعلى منصات التتويج، لا يقبل سوى منصات التتويج اي حلول كويس. فبالتالي لا قدر يقرا كويس قوي، قدر يقرا المنافسين، قدر يقرا المسابقه نفسها ان يقدر يخش في اجواء المسابقه نفسها بالظبط يعني. بالظبط. فبالتالي لا هو كده يبقى مدرب محترم جدا، ومهما اختلف عليه الناس ومهما اختلف، وحتى يعني مع احترامنا لارائنا احنا كنقاد رياضيين، مع احترامنا لاراء الخبراء نفسهم، تمام، مفيش حد يقدر يحقق ذاته غير الشخص نفسه طبعا، اللي هو ادرى بامور فرقته، ادرى بامور بظروف فرقته. طب ليه ما تلعبش فلان وتلعب ليه محمد هاني يلعب واحمد فتحي ما يلعبش، او العكس، ليه وليد سليمان ما يبداش، ليه حسين الشحات وقفشه؟ لا الكلام ده كله هو قاري كويس قوي وشايف كويس قوي، لانه في الاخر هو اللي هيتحاسب. طبعا هو اللي هيتحاسب. هل زي ما قال الناس الاهلي الافريقي المحلي غير الاهلي الافريقي، ولا المعادله الاثنين هتمشي صعبه؟ طبعا دي اصعب معادله، بدليل ان نادي الزمالك دلوقتي في البدايه لا كان محلي ولا كان افريقي، دلوقتي اصبح الزمالك الافريقي وخلاص رمى الفوت، قال لك الدوري شكرا بدري. لكن النادي الاهلي لا ما يقبلش، النادي الاهلي عايز يحقق المعادلتين مع بعض بالظبط. النادي الاهلي المحلي بجماهيره العريضه والافريقي باعتبار نادي القرن، وهو اكتر نادي حصل على البطولات. ده امر مهم، وفي العين نتائج كلها ايجابيه يعني الاهداف كلها بتتحقق لحد دلوقتي. طبعا الهدف الاساسي هو ان انت تكسب البطوله في الاخر، سواء محليا او طبعًا افريقيا طبعًا. لكن الدلائل كلها بتقول ان انت ماشي بشكل مميز، بالتحديد المدير الفني مستر ريني فايلر. بالتالي هل بتشوف ان عقبه صن داونز دي كانت اقوى عقبه فعلا افريقيا؟ طبعا. بص دائما ما تكون العقبات النفسيه اقوى من العقبات الفنيه. طبعا عشان نتيجه السنه اللي فاتت يعني. طبعا انت ممكن تستفيد من اخطائك الفنيه وتلعب عليها وتلعب على معالجتها عشان تقدر توصل اللي انت عايزه، لكن كون ان انت تخرج من العقبه النفسيه لا دي الاصعب بقى. ده الاصعب، وبعدين وخصوصا لما تكون انت بطل، لما تقع تتهز هزه، لان البطل بيتهز هزه عنيفه
بس بيرجع اقوى. يعني قصدي حضرتك ان مباراه صن داونز كانت صعبه نفسيا وفنيا جدا من ناحيتين. يعني من ناحيتين، انا بعد المباراه الاولى الاهلي كسب فيها 2، الهدف الثاني كان ركله جزاء، فرحه هستيريه لعيبه النادي الاهلي. انا قلت الفرحه دي فرحه بطوله، ده انت فرحه، انت كسبت نفسك، خرجت من ذاتك، انت خرجت من العمل النفسي. كون ان انت تكسب 2-0 يعني معنى كده الاهلي لا ستوب بقى، ما تغلبش 3 هناك. فالاهلي بس هي فرحه كانت عاديه برضه. لا كانت فرحه جامده، فرحه جامده جدا، فرحه واحد حسم المباراتين، واحد حصل على بطوله. عشان اهميه النتيجه قصدك يعني؟ اهميه النتيجه. لا اهميه النتيجه مش الاهلي ما بيكسب بالظبط يعني، الفرحه بتبقى عاديه. لكن كون ان انت تخرج وتتغلب على نفسك عشان صعوبه المنافس، صعوبة يعني المنافس. صعوبه المنافس انك انت تكسب 2-0 مباراه الذهاب، ده كان النتيجه جيده. انت خرجت من الكبوه وخرجت من حاجات كتير جدا واهلتك نفسيا ان انت تلعب المباراه اللي هناك. لا ساعدتك كتير الاجواء، وخصوصا لما تكون انت بطل، انت متسم بالبطوله. النادي الاهلي متسم دايما بمنصات التتويج. فلما يخرج ويستعيد بقى ويصالح جماهيره بالشكل ده، ان هو اللي سبب له الجرح العميق ان يكسبه بالخمسه وانه يتيح به السنه دي بالشكل ده. لا يبقى هو يعني انا في اعتقادي انها فرحه تعادل البطوله يعني. ومن حقهم ان يفرحوا الفرحه دي. مجرد طبعاً خطوه في مشوار الاهلي ده، ده عنق الزجاجه. مش عنق زجاجه بس، ده عنق صناديق زجاجه زجاج زي ما بيقولوا. انك انت تخرج بقى هتديك الفرصه، وخصوصا لما انت تقرب بقى، لما تقرب من البطوله وتعتبر ان اللي انت قطعت بيه ده هو كان ابرز واقوى المنافسين ليك. بالظبط. لا ده يديك اديك الادفانتج اكتر واديك الفرصه اكتر. بالتالي دي نتائج ايجابيه لما بعد نتائج صن داونز. طبعا طبعا دي هيبقى ليها اثر ايجابي على البطوله المحليه كمان. طبعا طبعا انت عايز البطوله المحليه تنهيها بسرعه. حلو. تنهيها بسرعه كبطل بسرعه ليه؟ لان انت داخل برضه في اجواء ثانيه، مش عايز تستهلك لعيبتك. كويس. مش عايز تستنزف لعيبتك في البطوله المحليه عشان تتفرغ حتى للبطوله الافريقيه عم تقول. طيب بكره الاهلي عنده ماتش مع سموحه ففتره ضيقه جدا، لكن في نفس الوقت المباراه دي هتعني الكثير بالنسبه للنادي الاهلي من الجانب الرقمي. تعادل مستر مانويل زي 17 انتصار متتالي. ذهن مستر فايلر ممكن يكون بيفكر في ايه دلوقتي؟ هل هيفكر في حته ان انا عايز اكسب 17 انتصار متتالي، ولا هيفكر بشكل عملي مثلا في حته ان ممكن اجازف باراحه بعض اللاعبين، لكن الاهم ان انا ما افقدش اللاعبين المهمين في الفتره لما بعد مباراه سموحه؟ انهي تفكير ممكن يلجا له مستر فايلر؟ لا ما احنا لسه بنقول ان النادي الاهلي عايز يخلص بسرعه. فايلر هيلعب بافضل خلي بالك في ضغط مباريات، في اجهاد لبعض اللاعبين. بص لو بصيت للنادي الاهلي هتلاقيه اكتر فريق عمل روتيشن تمام في لعيبته. يمكن لو بصينا لنادي الزمالك هتلاقيه بقاله بالظبط 4 مباريات متتاليه بنفس التشكيل. كمثال يعني النادي الزمالك كمثال مثلا يعني. هتبص النادي المصري لا انا بتكلم على الانديه عامه. هتبص النادي المصري هتلاقيه بنفس التشكيل بنسبه 99%. بص لسموحه هتلاقي نفس الموضوع. بص البيراميدز هتلاقي نفس التشكيل، لكن اكتر فرقه عملت روتيشن هو النادي الاهلي. تمام. استعان بلعيبه كتير، تغييراته كمان بتبقى بلاعب متالق في المباراه وممكن يغيره عشان يستعين بيه المباراه التاليه وهكذا. لا انا شايف ان فايلر مش في دماغه خالص عمليه تحقيق الارقام القياسيه. بقدر ما هو ماشي بنفس السيستم بتاعه، السيستم الفني والسيستم الاداري، ان هو بيستعين باللاعب المناسب في المباراه المناسبه، حتى لو اختلف الفقهاء فقهاء الكره وخبراء الكره معاه، هو برده ماشي بدماغه وفاهم هو بيعمل ايه، وعارف كويس قوي ان المحطات اللي هو عايز يتجاوزها ايه ويوصل لاني نقطه بالظبط. ده امر مهم. هنشوف مستر فايلر هيتعامل ازاي مع مباراه الغد امام سموحه. عندنا بعض الغيابات مثلا بتتمثل في ياسر ابراهيم واجايو كهرباء ايقاف، عندك كمان علي معلول بينزل جونش هيكون جاهز باذن الله. القايمه نلحقها قبل ما الحلقه تخلص عشان نقولها للجماهير. يعني الغيابات دي سياسه فايلر هتخلي جمهور الاهلي مثلا ما يحسش بالغيابات دي، اللي هي سياسه التدوير اللي احنا كنا بنتكلم عليها على مدار الموسم كله. اعتقدش لان على سبيل المثال هو ياسر ابراهيم ده مش كان قاعد؟ كان قاعد. طيب رجع بقى رجع نجم من أساسي. نجم النجوم. طبعا. وهيرجع يقعد تاني، يرجع رامي ربيعه بعد ما كان بيلعب وقعد هيرجع تاني وهيبقى نجم وهكذا.
اذا هنا مش هيقف على لاعب. لا هيقف على لاعب ولا على مركز، بدليل ان انت عندك دلوقتي هو مجهز كل البديل في كل مركز. انت عندك دلوقتي ايمن اشرف تمام، هو بيلعب باك ليفت، عندك محمود وحيد وسرد باك ومحمود وحيد. هفتقد شويه المجهود علي معلول، بس هو بسياسته الفنيه في المباراه يقدر بقى يطوع. يعني مثلا لو علي معلول بيلعب بيركز عليه بنسبه كبيره بالنسبه للتكتيك، طب ما لعبش يروح مركز على ناحيه تانية او لاعب تاني وهكذا. لكن مش معنى ان انا لعيب عندي ما بيلعبش يبقى انا وقعت، لا هو بيبص للموضوع يقدر يغير ويطوع لعيبته لتكتيك تاني او خطه تانيه يقدر يؤدي بيها. يعني هل المدير الفني يا استاذ محمد في النادي الاهلي تحديدا بيبقى ملتزم بتعهدات معينه؟ يعني مثلا الدستور النهارده عنوان، يمكن انا غلط قول لي صح، ايه المدير الفني الاهلي يتعهد بتطبيق التدوير؟ طب ما اصلا هو اوريدي هيتعهد لمين اصلا؟ لا ما تعهدش. بص هل ده كلام منطقي؟ لا 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 خالص. طيب في عنوان تاني برضو عايز اخد راي حضرتك فيه، في المسا مثلا بيقول لك مجلس الاهلي يضغط على فايلر لمشاركه كهربا وصالح جمعه، هل ده بيحصل في الاهلي؟ لا طبعا. يمكن انا غلط قول لي. هو المفروض ان ما يحصلش في اي نادي تاني، فما بالك النادي الاهلي؟ خلينا في الاهلي. لا صعب، صعب جدا. طب الهدف من مثل هذه الاخبار، يعني مثلا كمان في المسا قال لك الشناوي يطلب الخلع للاحتراف الخارجي، من وجهه نظرك الهدف ايه يعني من الاخبار زي دي؟ بص هو هدف تخميني اكتر. هو الصحافه اصلا ايه والاعلام ايه؟ استنتاجي يعني. استنتاجي. هو ايه يستنتج كده شويه، يقرا سيناريو مثلا ما. بس برضو يا استاذ محمد لما اجي استنتج لازم استنتج بطريقه منطقيه شويه، مع كامل الاحترام والتقدير لكل زمايلنا الصحفيين. يعني ما احنا واخدين عن الاعلام المباشر لا يؤثر. الاعلام المباشر لا يؤثر. لما اقول قرر مجلس او قرر مثلا الجهاز الفني اختيار لعيبه كذا كذا، خلاص خلصت. لكن قرر مجلس او الجهاز الفني عدم اختيار، عارف عدم اختيار تؤثر اكتر من اختيار. ممكن ازاي؟ او استبعاد فلان، الخبر هنا في الاستبعاد مش الخبر في الاختيار. الاختيار ده شيء طبيعي، شيء طبيعي جدا ان حسين الشحات وقفشه واجاييه كل دول يبقى في القايمه. لكن لما يجي استبعاد حسين الشحات من القايمه هو ده الخبر. فاهمني؟ هو ده لذلك في الاعلام بيدور على الاثاره، على الاثاره بس في نفس الوقت لما اجي اقول خبر لازم يبقى خبر صحيح عشان يبقى عندي مصداقيه. ما هو بص لو هيدور على الاخبار الصحيحه بنسبه 100% يبقى مش هيعمل اخبار. مش هيعمل اثاره قصدي. مش هيعمل اثاره. مش هيعمل اثاره انها تاخد وتدي مع الشارع. خلي بالك اقول لك على حاجه. هو ممكن يكون العنوان كمان غير المضمون. لو انت قريت المضمون. بتحصل كتير دي عارفينها دارسينها كمان. فهتلاقي المضمون حاجه والعنوان حاجه بس مجرد بيشدك بس. بالظبط. طيب بس احنا برضو دورنا ان احنا ايه نوضح يعني أكيد. للجمهور الاهلاوي في كل مكان. بالتالي مباراة الغد اكيد مباراة مهمة، لكن في نفس الوقت ضغط المباريات، انت عندك مباراة بكرة ومباراة يوم السبت، ازاي يقدر كمان مستر فايلر يتجنب لا قدر الله اصابات اجهادات؟ هقولنا من خلال سياسة التدوير، لكن هل سياسة التدوير كافية لتفادي مثل هذه الامور في ظل ضغط المباريات؟ لا طبعا، انت عندك دلوقتي بص عندك موضوع الاستشفاء ده هيتاخد فيه كورسات دلوقتي. تمام. انك انت تجهز اللاعب تخرجه من الاجهاد اللي فيه اهم من انك تديله لياقة بدنية. يعني انك ترفع لياقته دي سهله جدا. تمام. لكن كون انك انت تدخله في المود الفني والمود البدني ده الاصعب. فبالتالي هو اللي هو جاي جهاز معاون اجنبي ليه؟ عشان ده الامور اللي زي دي، عشان الامور دي. ان هو ما يقفش على دي وما يطلعش. انت شفت فايلر طلع في يوم من الايام بيشتكى من موضوع ضغط المباريات او اشتكى من موضوع الاستشفاء او لا ما ينفعش لان انا جايبك عشان دي. جايبك عشان انت شاطر في دي ومعاونك شاطر في الحقيقه يا استاذ محمد بيتعامل مع كل الامور اللي بتواجهه. يعني اصابه لعيب مهم زي رمضان صبحي ما حسيناش بصراحه. طبعا قيمه كبيره واضافه طبعًا. فنيه ممتاز طبعًا. لكن الاهلي قدر ان هو يفوز ويتخطى مباريات صعبه كتير جدا ابرزهم مباراتي سان داونز اللي هم اصعب مباراتين لحد دلوقتي. طبعا. تمام. ففي الحقيقه هو ناجح في الكلام ده، وما بيتكلمش في جزئيه اصلا انا عندي واحد مصاب، اصلا انا مش عارف حصل ايه، الكلام اللي احنا كنا ساعات بنشوفه في كل الاحوال يعني. فدي حاجه ايجابيه مستر طبعا ريني فايلر. بالتالي انا عايز اربط ما بين جزئيه مهمه جدا في الجانب المحلي والافريقي واخد راي حضرتك فيها. في بعض الاحيان كان بيقول لك ايه مستر فايلر لحد دلوقتي ما مرش باختبار صعب فما اقدرش اقيمه. هل دلوقتي تقدر تقيم مستر فايلر بعد مباراتي سان داونز تحديدا؟ طبعا. طبعا
هل ده الاختبار الاصعب على الاطلاق اللي تقدر تقول خلاص فايلر؟ اصعب اختبار خلاص مر بيه. انت كنت مستني من فايلر ان هو يحطك في منطقه بعيده بالنسبه للدوري وحصل تمام، وكنت مستني انك يعدي العقبات الافريقيه تمام، بغض النظر بقى سان داونز او مش سان داونز، انك يعدي لك المرحله دي تمام. طب ثم اصطدم بقى بالبعبع زي ما بيقول. لا هنا بقى تعالى نشوف هيعمل ايه، هيتصرف ازاي، لان انت دلوقتي التميز هنا انك تمر بمرحله او بمحنه، دي يعتبر محنه كرويه. لقاء سان داونز هو محنه كرويه تمام، فكون انك تعدي، لا انت شاطر قوي ومذاكر كويس قوي وبتستعد لاي مباراه وانك انت تعدي المحنه دي. لا انا اعتقد حتى لو لا قدر الله صادفوا بعض سوء التوفيق او عدم التوفيق، وده ممكن، او سوء الحظ، وده وارد في كره القدم، الكره دوره وغداره أكيد. وده كلنا متفقين عليه، بس ده ما يمنعش ان هو وصل رساله لكل المتابعين ان هو مدرب كويس ويقدر يتعامل، لان هو لعب مع منافسين متميزين جدا سواء على المستوى المحلي او الافريقي. لا وادى في كل، حتى مباراه السوبر لا كان ادى، كان يعني يعتبر 90 دقيقه كان الأهلي، هو ليه اليد العليا. فاذا هنا هتحكم عليه من دي، من الناحيه الفنيه دي، حكم قبضتك في المباراه ولا لا، ولا مجرد انك انت خايف فبتخطف جون وتدافع وتعمل الكلام ده. لا انت لحد دلوقتي، لا هو ماشي، واعتقد ان هو تجاوز الاختبار الجماهيري، الاختبار النقاد، اختبار المدربين، اختبار الخبراء بنسبه متميزه جدا. طيب يعني السؤال هنا يا استاذ محمد، الدوري المصري ضعيف ولا دوري قوي؟ واللي بيخليني اسال حضرتك السؤال ده ان احنا عندنا ثلاث فرق مصريه في دور نصف النهائي في البطولات الافريقيه، اهلي زمالك دوري ابطال، بيراميدز كونفدراليه. في بعض الاحيان كان يقول لك الاهلي بيكسب اصل الدوري المصري ضعيف جدا. لكن انت في نفس الوقت بتلاقي ثلاث فرق زي دول موجودين في نصف النهائي بطوله دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه. ما موجودين دلوقتي ليه؟ لما العجله دارت، لما عجله الدوري دارت تمام، واصبحنا دلوقتي في نهايه الدور الاول. اذا هنا الدوري المصري ما بيبانش ملامحه في بدايه الموسم. الدوري المصري تحكم عليه مع نهايه الدور الاول وبدايه الدور الثاني وانت طالع، تقدر تحكم عليه. هل هو الدوري ضعيف ولا هو تفوق من الاهلي؟ لا هو الدوري كان ضعيف في البدايه، خلينا منطقيين. ليه؟ تمام. اولا الدوري بدا بسرعه والفرق ما خدتش الوقت الكافي للراحه من الموسم الماضي، ما عملتش فترات اعداد قويه، استعانت بلاعيبه ما خدوش عمليه الانسجام والانصهار مع بعض. اللي حصل مع بدايه من الاسبوع الثامن التاسع العاشر وانت طالع. فاذا هنا الدوري، بعدين ما نقدرش نقول هو الدوري خلص عشان نقول الدوري قوي او الدوري ضعيف. امتى نقول الدوري قوي او الدوري ضعيف؟ لما خلاص نقترب من نهايته. لكن انت هتحكم على حاجه وهي شغاله؟ طيب اخيرا عايز اخد توقعات حضرتك للمباراه بكره باذن الله امام سموحه. لا النادي الاهلي هيمشي زي ما هو واعتقد ان اللي هو يعني هو الاقرب للثلاث نقاط باذن الله، ومع رغبه كل اللعيبه في الوصول الى المرمى سموحه وهز الشباك، واعتقد ان الاهلي اقرب للمباراه يعني باذن الله. استاذ محمد انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. اشكرك، شكرا جزيلا. استاذ محمد باهي الناقد الرياضي بالاهرام كان ضيفنا العزيز في حلقه اليوم من كلام في الميديا، اتكلمنا معاه في ملفات عديده. بكرة بإذن الله تعالى هنكون معاكم وكواليس ما قبل لقاء الأهلي وسموحة بإذن الله تعالى. إن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي، وهنتابع مع حضراتكم لحظة بلحظة تحركات الفريق لاستاد القاهرة الدولي لخوض هذه المباراة الهامة. كل التوفيق للنادي الأهلي، استنونا بكرة في حلقة جديدة من كافة ميديا. إلى اللقاء.